بدأت في محافظة تعز امتحانات القبول لمنح التبادل الثقافي للتعليم العالي، حيث تقدم ما يقارب 1000 طالب وطالبة عبر البوابة الإلكترونية. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد. استقبلت جامعة تعز 350 طالب وطالبة من خريجي الثانوية لعام 2019-2020 للامتحانات التنافسية والمفاضلة على منح التبادل الثقافي للعام الحالي 21 المعلن عنها من وزارة التعليم العالي، والتي حظيت باهتمام من الجامعة. وفي مدينة تعز استضافت 350 طالب وطالبة من جميع محافظات الجمهورية للتنافس على هذه المنح كمركز امتحاني في رحاب جامعة تعز. نتمنى طلابنا اللي التحقوا في امتحانات اليوم التوفيق والنجاح، ونتمنى لهم حصول على أعلى نسب في الامتحانات. ليس لنا علم كم العدد المحدد في المنح، لكن سيتم المفاضلة وبالتالي ستحدد وزارة التعليم العالي هي المعنية بتحديد عدد المنح. الامتحانات تسير بسهولة وسلاسة عبر التسجيل الإلكتروني، وقد تقدم للامتحان 1000 طالب وطالبة لمن تنطبق عليهم الشروط، وتعد عملية القبول والمفاضلة على مقاعد التبادل الثقافي الأولى منذ بدء الحرب. نحن قدمنا تقديم إلكتروني بجامعة تعز بالاختبارات التنافسية بيننا بين الطلاب، والحمد لله تم الاختبار بسلاسة، وهذا الحين منتظرين النتائج. جامعة تعز تستقبل اليوم امتحانات المفاضلة للدراسات العليا. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية.